ليه اخترت غزة للبنات؟ يعني علاقتك بالريحاني علاقة وثيقة جدا، ليه اخترت غزة للبنات؟ حكاية الريحاني، أنا وأنا في ستة ابتدائي في خمسة ابتدائي دخلت فصل غلط بعد دراسة عشان أجيب واحد صاحبي نروح سوا، فلقيت واحد قاعد قال لي تعالى هنا، ازاي تخش هنا وزعق فيا زعق زعق، انا قمت معيط، كنت طفل خجول جدا. قال لي انا بضحك، تعالى تعالى ده انت هو الدور اللي انا عايزك عشانه، دور ايه مش فاهم. فكان بيعمل فريق المدرسه تمثيل مسرحيه للريحاني، فاسند لي الريحاني وانا عمري لا شفت الريحاني ولا اعرف الريحاني ولا بتاع، وسكت وخفت. قال لي تعرف الريحاني؟ قلت له اه خفت. مثلت الدور، لقيت الابهات والامهات بقى الخارجين من اولياء الامور وكده، انت نسخه من الريحاني نسخه من الريحاني، انا مش فاهم من الريحاني. فابتديت ادور اتفرج على الريحاني في السينما. لما جينا في فكره مهرجان مسرح الجميع، هو فكره زي ما انا قلت هي احياء التراث، ما ينفعش تراثنا يموت. احنا شفنا الريحاني في السينما، طب نشوفه في المسرح. وانا لا اقلد الريحاني ولكن اعيش حاله الريحاني. واحيانا كثيره يعني انا عجبني مثلا فوق الـ80 مقاله ايام لعبه الست، قالوا واتفقوا عليها كيف يخرج محمد صبحي من الريحاني ثم يعود اليه. مش الافضل انك كنت تقدم نص جديد؟ يعني نص له علاقه نص بالواقع؟ ما هو نص ما هي غزل بناء، هو ده الخلاف. احنا معتبرين الرواد دول اتدفنوا واتدفن معاهم افكارهم. ابدا، انت بتتكلمي في غزل بنات عن قضيه مرعبه. المعلم مفهوم. لا غير، لا ده المعلم ده ده انت مش هتروحي تتفرجي على غزل بنات الفيلم. لا ده معمول معالجه رؤيه حديثه بالملابس العصريه بتاعت العصر ده. بس بتشوفي فيها الرؤيه دي ازاي؟ احنا بطلنا نعمل رومانسي، وغزل بنات هو فيلم رومانسي طبعا. انما انا اتكيت قوي او حبيت اجسد قوي علاقه المعلم بالتلميذه. المعلم سقط عندما احب التلميذه او اعتقد انها بتحبه، سقط. بس هو بيكتشف اكبر غلطه ارتكبها في حياته وبيقول للباشا. وعلى فكره فيلم غزل البنات اول وثيقه تاريخيه لمعلم خاص، دروس خصوصيه، اول وثيقه في العالم. تخيل فعلا دي نقطة مهمة جدا. ما تحلجتش. ان هو كان مدرب، دي أول مرة دروس خصوصية. ولا فيلم فيه درس خصوصي في العصر ده، فكان أول فيلم وثيقة حقيقية للمعلم الخاص. عشان كده هو بيحس إنه كان هيرتكب جرم لما ياخد قرش ساغ على التلميذة في الفصل. مهيته في الوقت ده كان 600 قرش في الشهر، بيدرس ل 20 بنت. لما يلاقي اللي يديله 20 جنيه في الواد ده، 20 جنيه ده شيء مرعب، فيقول له ده بقى الـ الخطأ اللي ممكن يحدث او هيحدث.